أقل من عربيات مولانا صار، مع أن أنا ولدت في الشام، بعرف عربي بس صحبة بالعربي صعب يصير، بس الحمد لله حضرتكم وصلت زرتم زيارتكم لله تعالى، هذا أهم شيء، النية زيارة لله لا مقصد غير الله. الله يكافئكم ويمدكم من الإمدادات الروحانية، من الأنوار، من السعادات في هذا دار الدنيا وفي دار الآخرة إن شاء الله. أهم شيء حب الله وحب النبي. كل حب في كثير مشان الحب أشكال ألوان تتكلم الحب الأساسي الباقي للأبد هو حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أولياء هذا شغلة مفروغ منه اللي يكون يحب الله يحب النبي يحب أهل البيت يحب الصحابة يحب الأولياء كمان. هذا الأساس المرء مع من حب إن شاء الله يكون حبنا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش حب للدنيا مش حب للأشخاص الذي لا فائدة منهم من أهل الهوى من أهل المال أهل الشهرة من أهل الآن صار الناس لا يعرفوا من يحبوه لأن لا يعرفوا هذا الحديث الشريف المرء مع من أحب يحب أشخاص في الآخرة لا يحب أن يكون معهم يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين اللي كان معه في القرآن الله عز وجل يشوف من وين حبيتك أنت؟ لأن هالحب ياخذ مكان سيء جدا في حب ياخذك يعني في حب ينزل أدنى المراتب الله يجعلنا مع اللي بحبون يوفقنا لكل خير إن شاء الله آمين الحمد لله شفنا جايبين اللي حب الله اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم في البيت نحن كمان إن شاء الله نيتنا شوف أحبابنا أصدقائنا المريدين المردات في هذه الطريق الله يعفو عنا وعنكم إن شاء الله آمين ما شيء في طريقنا إن شاء الله كمان نصيحة الصلاة
مهمة. صلاة سهلة جدا بس مش متعود يستصعبها. مولانا الشيخ كان يقول مشان يتعلموا يصلوا في اليوم أقل شيء ركعتين، إذا بيحبوا الصبح الظهر بالليل متى يحبوا كل يوم ركعتين، لأن يعني هذا يقوي الإيمان ويكون الدعاء مقبول. بدون أقوى أولياء دعاء ما يقبل، الشخص اللي يكون عم يدعي له ما يصلي ما دعاء ما يقبل. أقل شيء كان يعملوا يشترط عليهم لازم يصلوا ركعتين أقل شيء، صلي أكثر طبعا ما في معنى، بس كل يوم لازم أصلي. ما في حدا يقول هذا صعب، هذا الآن في اليوم يمشوا ساعة ساعتين، يعمل رياضة، يركض، ينط، كل أشكال اللي يعمل، بس ما هذا ما في يتعب. وقت يجي الصلاة يكون أنا تعبان ما في نعمل، ما يصير هذا. مشان هيك إن شاء الله هال كمان نصيحة يكون فايدة لحياتكم كلها إن شاء الله، يكون نور للحياة. طبعا الله غفور رحيم، في يقول بعض أشخاص نحن ما نستطيع أن نحط حجاب أو نحط غطاء أو هذا، هذا الحقوق، حقوق الله، هذا الله يعفي إن شاء الله. أنا أقول أنا غفور رحيم، الله يعفو أن يغفر ذنوب جميعا، الذنوب المتعلقة في الله جل جلاله، بس الذنوب المتعلقة في خلق الله، في حقوق الله، الحق الخلق، لازم اللي ياخذ سماح منه. الله عادل، العادل صاحب العدل، لا يرضى انه يظلم احد، اللي انظلم هو لازم يظلم، بس حقوق الله الله يغفرهم جميعا. عشان هيك يعني ما في داعي انه واحد انا ما بعمل ذنوب انه اترك الصلاة، اترك الصيام، يصير ذنوب اكثر وقتها. عشان هيك يعني لازم قدر المستطاع يراعي الاوامر الله عز وجل. اللي يستطيع يصلي خمس اوقات، ما يستطيع أربعة، ما يستطيع ثلاثة، ما يستطيع أقل شيء ركعتين في النهار. لا نقول للي يصلي لا صلي خمس أوقات صلي ركعتين، لا. هلا في كثير يعمل يفهموا غلط، يقول هذا الشيخ أمر صلي بس ركعتين، يتركوا خمس أوقات يصلي ركعتين، ما يصير يعني. صلي اللي ما يصلي أبدا مشان يتعود يبلش بركعتين إن شاء الله. الله يتقبل منا ويعفو عنا إن شاء الله، ويعطينا على هوانيتنا إن شاء الله. آمين. ومن الله التوفيق. الفاتحة. هذا صار فضيلة الصحبة إن شاء الله. إن شاء الله. قصيرة بس إن شاء الله. يكفي أن ينزل الرحمة إن شاء الله. Thank you.